اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء وحادث السير خطير. هذه اللحظات بين زوج سيارات كما كتشوف معنا الناس راه دابا كل شيء هابط من عين كيف هابطين بواحد السرعه هنا. يعني الناس سهرات وضحكات ولكن يتموا جايين بسرعة. الطوموبيل كانت واقفة والأخرى جات دخلت فيها من اللور اللي تهرس ليها الجيش ديالها طاح كلشي، يعني كاين خسائر مادية كثيرة. الحظ أن السايقين ما وقع لهم والو. هنا دابا ما بين عين دياب والمدينة هادشي كاين حوادث السير كثيرة في هاد الليلة هادي، كاين حوادث السير كثيرة وقعات. حتى كانت واحد الاكسيدون في جات عين دياب، كان اكسيدون مقتل اللي توفى فيها واحد الشخص. الناس كتخرج كتنشط وكتم غادا بسرعة بالحديد ديالها، ما تتيوليو في حاجة صعيبة بحال دابا. هانتوما هادو شناهو الشانطي خاوي، مكاينش شي حاجة، كاين فيروج. الكحول الخمر هو اللي داير هادشي. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حين باش نحاشر.